احنا شايفين ان السوق المصري ده سوق عظيم وسوق كبير جدا، واحنا فخورين بيه وعايزين نشتغل في مساحه السوق بالكامل. السوق المصري فيه نص مليون اسره بتدخل كل سنه، في نص مليون بيت بيتواجد كل سنه، وفي 2 مليون كاستمرز بيزيدوا كل سنه. فدي فرصه طيبه جدا لاي اوبريتورز او اي مشغلين موجودين في السوق ده. في اسواق كثيره بتبقى البلد كلها التعداد بتاعها 2 مليون نسمه، احنا عندنا في 2 مليون بيجوا كل سنه، فدي فرصه كبيره جدا. بخلاف ان التطور اللي جاي مش هيبقى في الاشخاص بس، لا في حاجات الماشين تو ماشينز، او يعني في حاجات كتيره هتتربط على الانترنت. الداتا هو المرحله اللي جايه مش الفويس بس، فاحنا شايفين ان ده سوق البيانات ونقل البيانات هيكبر جدا في الفتره اللي جايه، وفي متسع كبير جدا للتوسعات. التوقعات تشير الى احتمالات حصول المصرية للاتصالات على الرخصه الرابعه بنهايه العام الحالي، كيف يخدم هذا اتجاهاتكم للتوسع في سوق الانترنت في مصر؟ دي خطوه هامه جدا، و احنا بنبص لها ان هي مساله حياه وموت بالنسبه للشركه، لانها السوق نفسه عايز خدمات المحمول. احنا بنبص على قطاع الاتصالات هنلاقي ان نسبه المحمول حوالي 85% من اللي بيصرفوا سواء الشركه او البيت في مجال الاتصالات. فاحنا بنشتغل في مساحه قليله جدا 15%، فاحنا محتاجين ان احنا نشارك شركائنا في النجاح المشغلين الاخرين في مساحه السوق بالكامل. لكن هناك من يرى انه اسعار خدمات الانترنت لا تتناسب مع معظم المواطنين في مصر. والله احنا متخيلين ان اول ما هنخش السوق هيبقى في باكجز كثيره متاحه للكاستمرز باسعار بالنسبه للموبايل ديتا اسعار احسن من الموجوده في الوقت الحالي. وبالنسبه للفيكسد كمان احنا بنتارجت بعض العملاء ببرودكتس بتلبي احتياجاتهم. احنا كان قبل كده بنلاقي بنتكلم على 512 و1 ميجا، النهارده بنتكلم على 8 ميجا ب 75 جنيه، في برودكت 8 ميجا في الماركت عندنا ب 75 جنيه، which is a great product، احنا بنتكلم على برودكت اقل من 10 دولار. فبالنسبه للاسعار في الريجن مصر كانت ثاني ارخص بلد في الريجن بالنسبه لاسعار الانترنت والكونكتيفيتي، فانا مش شايف ان الاسعار مغالى فيها، احنا يمكن محتاجين ان احنا نطور المنتجات بشكل يلائم المستخدمين الحاليين. ما هي اهم ملامح استراتيجيات شركه تي اي داتا خلال المرحله المقبله؟ احنا بنتكلم على استراتيجيه المجموعه المصريه للاتصالات، لان احنا مقسمين الكاستمرز لافراد وانتربرايزز او شركات ومؤسسات. فاحنا اعلنا في المصريه للاتصالات ان احنا في نهايه 2015 هيكون قلبنا 4.5 مليون خط لفايبر تو ذا كابنت، او هيبقى خطوط باستخدام تكنولوجيا الالياف الضوئيه. ده هيتيح لنا ان احنا نقدم سرعات للمستخدمين تصل ل 24 ميجا، وبالتكنولوجيا الثانيه توصل لغايه 48 ميجا، ودي سرعات شايفينها انها سرعات مناسبه جدا للكونسيومر. وبالنسبه لقطاع الشركات احنا عملنا تطوير لمنتجات السنه دي كانت حاجه متطوره جدا، وقطاع البنوك والشركات المصرفيه عمل معانا قصص نجاح في الفتره اللي فاتت، والفتره اللي جايه ان شاء الله هنكون مركزين على قطاع الشركات والمؤسسات الصغيره والمتوسطه.